الفل والجمال على كل الناس حبايبنا واصحابنا اللي بيتابعونا في مصر وجوه مصر. اهلا بيكم يوم جديد وحلقه جديده في كلام البنات، فقرات مختلفه طبعا النهارده زي ما دايما معودينكم. مساء الفل عليك يا نرمين. مساء الخير عليك يا ساره. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ تمام. عجبك اسم الدلع بتاعي؟ اقول؟ اوعي تقولي طبعا. لا طبعا مش هقول. خلاص قول. صرصوره. لا لا صرصوره ما قالتش. صرصوره اللي بيقول لها كده صرصوره شيرين دايما تقول لك ازيك يا صرصوره. بالظبط صح كده. صرصور وحشتيني يا شيري والله. ان شاء الله بكره اكون معاك وانا وشيري وانت اجازه ان شاء الله. اجازه عشان عندي مشاوير يا جماعه. خلاص المدارس على الابواب اربع ايام ساره اجازه. عايزاكم بقى تقعدوا تحقدوا وتقروا على ساره، بس حرام لا عندها مشاوير في مدرسه بنتها، فيعني مش هحقد. ارحب بالناس في نظره حقد. ارحب وذوق بتذليني يعني. انا عندي حاجات كتير قوي يعني الماميز اليومين دول الله يكون في عونهم والله بجد بيعملوا حاجات كتير قوي قوي، وان شاء الله يعني خلاص المدارس داخله فايه يعني كله يتاهب. خليني ارحب طبعا بكل بنات وستات مصر في مصر والوطن العربي. يوم جديد وحلقه جديده وفقرات مختلفه ومتنوعه. هتكون معانا النهارده، هيكون معانا ايه يا صرصوره؟ هيكون معانا النهارده هنتكلم مع زينب. زينب مين؟ زينب مرات الفنان احمد زكي في فيلم طبعا البيه البواب اللي كلنا طبعا فاكرين دورها وحافظينه صم، بنت النيل السمراء اللي متعتنا بادوارها في افلام ومسلسلات كتير، الفنانه مهجة عبد الرحمن ضيفتنا النهارده بعد شويه في كلام البنات. عايزه اقول لكم ان انا قبل ما ندخل هوا فهي في بتعمل ميك اب وشعر شخصيه انا كنت اول مره اتشرف بيها الحقيقه، على الحقيقه كده قمه في الاحترام، قمه في التواضع، دمها خفيف جدا جدا جدا، وده اكيد هتشوفوه برده معانا ان شاء الله النهارده. كمان شويه هنتكلم النهارده بقى في فقرتنا الاسبوعيه هنتكلم عن ايه. هنتكلم كمان عن بقى الفاشن والموضه، وزي ما انتم متعودين معانا بيكون معانا كل اسبوع فقره عن الموضه وعن الجمال مع الفاشن ديزاينر عزه الحديدي. والنهارده هتقدم لنا الحقيقه عرض على المودلز الاجدد ملابس خريف 2018. كل سنه وانتم طيبين، خلاص الصيف بيخلص وداخلين على الخريف، ما بنبقاش عارفين نلبس ايه، نص كم ولا بكم، الجواكت ايه الجديد، ايه الموضه، هنعرفه برده كمان شويه مع ضيفتنا. بالظبط. سؤال دي اكتر فتره في السنه الواحد بيبقى متلخبط فيها، وخصوصا الارصاد بتقول ان الفتره اللي جايه او اواخر شهر 9 اعتقد هيكون الجو متقلب جدا جدا. الجو النهارده حر قوي ساره. النهارده الجو حر من امبارح بالليل الكهرباء قطعت عندي. خلاص بقيت عارفه اللي هو في حاله من السيحان، مش قادر. الجو كان بشع جدا جدا جدا. يا رب يا رب يا رب الجو بقى يتظبط اليومين الجايين يعني. ان شاء الله. وخلينا دايما بس متابعين مع الارصاد كده يوم بيوم ايه الدنيا وايه الاحوال، لانه بيقولوا في تقلبات شديده هتحصل الفتره القادمه مع دخول المدارس. ان شاء الله ربنا يستر وتبقى كل دي يعني ايه يعني مش في الحسبان يا رب. هنكمل معايا مع بعض وهنسال النهارده سؤال واضح وصريح. لو اي بنت عجبها شاب وشافته او شافت فيه انه في مواصفات شريك حياتها، تروح تتقدم له بنفسها ولا تستنى لما هو اللي يتقدم لها بنفسه؟ طيب احنا هنشوف النهارده الاجابات دي مع ضيفاتنا اللي هيكونوا موجودين معانا بعد شويه في كلام البنات. وسؤال مهم لانه الدنيا اتغيرت جدا وبقت الدفه مش بس عند الراجل، يعني الدفه ممكن النهارده تكون في ايد الست. يعني انت ممكن تروحي يعني لو انت مش متجوزه طبعا ممكن تروحي تتقدمي لواحد تقولي له انا معجبه بيك وعايزه اتجوزك؟ يعني كشخصيتي انا كساره لا ما اقدرش. ما انت شخصيتك يعني انت قويه وجريئه ويعني بس يعني تكسف. يعني يبقى كسف، لانه هقول لك على حاجه، اجمل حاجه في البنت ان هي تدلع ويكون فيها سنه الكسوف وهي تقول وتحس ان هو ان دي. هي يعني هو زي ما بيقولوا ايه هي مرغوب فيها وهو اللي يقول لها. بس في مثل بيقول لك اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. طبعا ده اكيد يعني. على فكره بس انا برضو ما اقدرش اعمل كده. الاب بيكون له وجهه نظر وخبره. لا يعني انا ممكن اخطب لبنتي، يعني انا لو شفت لبنتي مثلا، يعني انت عندك بنت مثلا ممكن لو شفتي حد كويس وشايفاه مناسب ليها ممكن انت اللي تروحي وتبادري. لو في العلاقات كويسه يعني بين العائلتين ممكن طبعا. طيب عموما ده هنشوفه برده مع ساره كمان شويه ونعرف بقى فعلا تخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. قبل ما نبدا كلامنا هنروح نشوف دلوقتي تقرير سالنا فيه الرجاله، مع ان انا مش مقتنعه او مش موافقه على فكره، بس يلا. ازاي بتخبي اسرارك عن مراتك؟ هنروح نشوف التقرير ونرجع بقى نبدا اول فقراتنا الحواريه. لو انت مخبي عن مراتك اسرار بتعمل ايه عشان هي ما تعرفش ان انت مخبي عنها؟ لا مش الواحد ما بيحكيش لمراته كل حاجه طبعا، ان ما ينفعش تحكي لها كل اسرارك، واهم شيء في الدنيا انك تقفلي تليفونك. طالما دخلت البيت اقفلي التليفون، ده الاسرار كلها في التليفون. لا ما بخبيش حاجه عنها بصراحه.
يعني انا ما بخبيش حاجه عنها خالص ولا هي بتخبي حاجه عني، ففي صراحه من الاول يعني. هي بتعرف كل شيء من عينيا وانا بعرف كل شيء من عينيها، مش محتاجين ان احنا نقول حتى انا مخبي عليها حاجة. هي ممكن تقرأ افكاري وانا اقرأ افكارها، لان بعد 30 سنة جواز الحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها علينا نعمة، عايشين في سعادة. ما بعرفش اخبي حاجة والله، انا من النوع الصريح، اي حاجة ببوح بيها على طول. لو مخبي على مراتك اسرار بتعمل ايه علشان هي ما تعرفش ان انت مخبي عنها حاجة؟ هي اللي بتقفشني، هي اللي بتقفشني بصراحة. هي بتعرف تجيبني ازاي؟ لا، هي مش كل حاجه تعرفها، في اسرار الشغل ما تعرفهاش، اسرار عاديه عائليه ممكن اقولها لها. ما اخبيش عليها حاجه خالص، لان هي زوجتي، يعني شريكه حياتي في كل شيء، ما اقدرش اخبي عنها اي شيء يعني. للاسف انا ما بخبيش عليها حاجه، انا ما عنديش حاجه اخبيها. ما تعودناش نخبي بعض حاجه، حتى لو حاجه وحشه برضه بنحكيها لبعض. لا، هو ما فيش تخبيه اسرار ولا حاجه، ما فيش اسرار. والدليل القاطع لاي امراه تعرف زوجها لو بات بره.